من ضمن التعليقات عاوز اقول مرتب التيلي سيلز لكريدت كارد في بنك تجاري الدولي، الحقيقه ان المرتبات في الوقت الحالي انت عليك التارجت بتاعك 45 عميل في الشهر، ومن المطلوب منك انك تعمل بري سكريننج واوبريشن وبعض الكيس الخاصه بيها، بيبقى مطلوب منك هذا الموضوع علشان يشتروا الكريدت. من ضمن الحاجات المهمه جدا انك لازم تخلي بالك كويس قوي لو ابرفت او وافقت على كيس او حاله فيها حرف غلط او انفولت، وده طبيعي انك بتعمل الحاله لازم انك تتاكد منها انها طبعا ما يكونش عميل مشتبه فيه او عميل بيغسل اموال او عميل خطر او عميل عنده هاي ريسك، ده طبيعه شغلك ولازم تركز في الحاجات دي علشان ما تتحولش فرود او اموال عامه. بالنسبه للمرتب البيزكس الاساسي اللي بينزلك هو 6500، لكن مهم جدا انك تركز انك لازم تجيب التارجت والا مش هتعرف تكمل، وده طبيعي جدا في وظيفه التلي سيلز، ولكنها وظيفه كويسه تبدا بيها حياتك. ربنا يوفقك ويكتبك كل خير.